السلام عليكم البنات، معكم فاطمة فينيس. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله. اليوم البنات لكم فيديو جديد نصايب معكم ان شاء الله. اليوم لي طارت عامرين بالكريمة ديال اللوز. بسم الله نقول لكم المقادير. عندي هنا البنات جوج بيضات، وحدة غادي نديرها كاملة، وحدة غندير غير الصفر ديالها، ونص كاس ديال السكر كلاصي، القريصة ديال الملحة، شوية ديال الخميرة ديال الحلوة، المهم أنا خدت فيها واحد الراس ديال معلقة صغيرة، واحد الساشي فاني، نص ربع ديال الزبدة، ودقيقة البنات حسب الخالق. بسم الله. غادي ندير الزبدة البنات كما قلت لكم. هاد البواطة هادي كتجوز من الربعة، نتوما ديرو نص ديالها. ولا على حسب القياس اللي بغيتو ديال لي طارت، انا هاد القياس كيكفيني. نتوما البنات الا بغيتو ديرو الربعة راه ممكن ليكم ديروها. غادي ندير الفاني. هاد لي طارت هادو البنات كيجيو زوينين بزاف. غندير القريصة ديال الملحة، وغندير السكر كلاصي، نغربلو هنايا البنات. نوجدو البيضات ديالنا البنات، هادي غناخد منها غير الصفرة البنات كيما شفتو معايا. الخميرة البنات غادي نحتاج غير واحد شوية الراس ديال معلقة صغيرة كما شفتو معايا، غنحطها حدايا هنا حتى نحتاجها. بسم الله. غنخلط الزبدة ديالنا والسكر كلاصي والفاني. بهذا الشكل هذا اللي شفتو البنات، وغنزيد دابا البيض. بسم الله نخلطو هذا الشي مزيان البنات. شوية البنات غنزيد شوية ديال الخميرة،
كنعبروش البنات عفوا ما كنعبروش البنات كندير على حسب عيني ميزاني كما تشوفوا معايا وهاد العجينة هادي ما كنعجنوهاش غير كنجمعوها بحال هكا البنات نخلطها كاملة قدامكم البنات باش تشوفوا القوام ديالها يا البنات بحال هذا الشكل هذا صافي ما غاديش مازال نزيد الفرن صافي هذا هو القوام ديالها البنات كما شفتوا راه ما عجنتهاش غير جمعت داك الدقيق مع الخليط اللي عندي صافي وغنديرها دابا في السلوفان وغندخلها في الثلاجة البنات المهم واحد نص ساعة عاد نخدمها وبقاو معايا باش نصايبو الكريمة ديال اللوز غادي نصايب معكم البنات الكريمه ديال اللوز عندي هنا 100 غرام ديال السكر سنيده و 150 غرام ديال اللوز اللوز البنات مسحته بالزويف وطحنته راه ما حمرته ما والو المهم اللي عندها الميزان راه غدير 150 غرام اللي ما عندهاش الميزان غدير كاس ونص ديال العلبه وكاس ديال السكر سنيده و 150 غرام ديال الزبده ديال العبره البنات كما شفتوا وجوج بيضات واحد الساشي فاني بسم الله نصايبها معاكم غادي ندير دابا درت الزبده وغادي نزيد السكر بسم الله وغنزيد الفاني وغنخلطو مزيان البنات ونرجع ليكم غادي نخلط الزبده ديالنا والسكر البنات بهذا الشكل هذا دابا غنزيد البيض بسم الله ونعاودو نخلطو وغادي نزيد اللوز بسم الله
ها هي الكريمه ديالنا البنات اللي خلطناها مزيان. المهم كتجي بهذا الشكل هذا، شفتوها كتجي زوينه بزاف هاد الكريمه وبنينه في هاد لي طارت البنات. صافي وغنخليها دابا تنصايب لي طارت وبقى معايا البنات. ها هي لاباط ديالنا البنات، خليتها نص ساعه في الثلاجه، المهم حتى بردات مزيان. غادي نخدمها دابا بشويه بشويه، غنقص منها واحد شويه بحال هكا. غنرشو معايا بشويه ديال الفورص، نسمي هنا كنخدموها البنات كما كنخدمو لي طارت لي كنديرو فيهم الديسير، نفس الخدمة. هادو بهاد الكريمة هادي كيجيو مختلفين. عندي هاد القطع هادي، بسم الله، وعندي هاد الليمون، هذا البنات غنحطوها هنايا بلا ما ندهنو ليمون لا والو، نخليهم عا هكا حيت لاباط ديالنا فيها الزبدة كاع ما تيتلصقو. بهاد الشكل هذا البنات نبداو نضبطو باش طلع لينا العجينة لي زايدة، باش نحيدوها كنديرو هاد الشكل هدا. هاد الشكل هدا البنات نزيد معاكم واحدة أخرى. صافي كنحيدو هاد العجينة لي عندنا زايدة، صافي البنات تنكملهم كاملين ونرجع ليكم. هاهي الكريمة ديالنا البنات. مهم نسيت واحد الإضافة ما قلتهاش ليكم البنات، راه زدت معاها واحد معلقة كبيرة ديال الفورص تقريبا هاد القياس، زدتو مع الكريمة وعاودت خلطتها البنات، سمحوا لي حيت نسيت ما حطيتهاش مع المقادير. صافي وهما لي طارت ديالنا ملي شكلتهم، كنثقبوهم دابا بالفرشيطة بهاد الشكل هذا. عندي هنا لوز ايفيلي البنات كما شفتوا، اللي بغات دير هاد لي طارت بكاوكاو راه ممكن تجيب كاوكاو وتطحنو ودير به الكريمه، وكاين كاوكاو ايفيلي كيتباع البنات اللي ما بغاتش دير اللوز. غنصايبهم معكم، كنهزو جوج معالق صغار في هاد الكريمه هادي بهذا الشكل هذا. ما نعمرهمش بزاف البنات مع هاد الكريمه فيها البيض باقي غادي تنفخ. هاد الشكل هذا اللي شفتو معايا، كنديروا شويه ديال اللوز كما قلت لكم، راه حتى بالكاوكاو كيجيو زوينين. هاد الشكل هذا نزيد معكم واحدة أخرى.
الفلفل. ونكملهم كاملين البنات بهذا الشكل هذا وندخلهم للفران ان شاء الله طيبوا ونرجع لكم. ها هما خرجتهم من الفران البنات، شفتوهم معايا راه طابوا مزيان، وبقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي. غادي ندهنهم شويه ديال الماباج البنات، اللي ما عندها غديرها شويه ديال الكوفيتير. بسم الله دغيا كيتحيدوا يا البنات كما شفتوا، راه كيكونوا طايبين وزوينين البنات. هادو ديال هاد الكريمه ولوز افيلي راه خصهم يطيبوا بحال هاد الطريقه هادي، يكونوا حمرين بهذا الشكل هذا، يكونوا طايبين مزيان. مهم ندير شويه ديال الماباج كما كتبغوا، الا ما كاينه البنات ديروا غير الكوفيتير سخنوها شويه. هاد لي طارت هادو كيجيو هشاشه البنات وبنات، غير جربوهم ان شاء الله غادي يعجبوكم. شوفوا بحال اللي كيتباعوا يا البنات، كما كنقول لكم ديما الحاجه اللي درنا في الدار راه مزيانه من الاحسن. وكيتباعوا غاليين بحال هادو، شوف هاد الشكل هذا البنات. وبقاو معايا البنات حتى نكملهم كاملين. وها هما لي طارت ديالنا البنات في الشكل ديالهم النهائي، شتوهم راه تبارك الله راه كيجيو زوينين بزاف البنات. جربوهم البنات راه غادي ينجحو معاكم ان شاء الله، وقولوا عليا في التعليق ديالكم الزوينين. وكنشكركم بزاف وكنسلم عليكم، وكنشكركم على المتابعه ديالكم وعلى التشجيع ديالكم ليا. بسم الله نقسم معكم وحده باش تشوفوها في الداخل كي دايره. مهم في لاباط البنات كتجي هشيشه، وهاد الكريمه اللي لداخل كتجي معلقه وزوينه البنات. بسم الله نقسم معكم وحده، شوفوهم راه طايبين وزوينين. شتي البنات وهشاش كما قلت لكم، والكريمه كتجي معلقه باللوز. ونتمنى يعجبكم البنات، وإلا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا ليا جيم شو، وتبارطاجيو ليا لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم والعائله ديالكم. وكنشكركم بزاف وبسلامه عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.